بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بدي أنا أتحدث معكم عن قصة غريبة سمعتها من أحد اليوتيوبرز الخبراء في العلاقات، وصراحة قصة يعني ملفتة للنظر. شغل الفيديو بعدين، بس إن شفت دوكيومنتري عن الموضوع. يقول إنه نشأ في جماعة اسمها جماعة أو طائفة دينية اسمها أبناء الإله، the children of God. هي جماعة يفترض بأنها مسيحية، لكن الشخص مالها أو الشخص الذي أنشأها شخص يعني ما أعرف تأثر نوعا ما بالهندوسية وبانحرافاته الذاتية، فكان يعني مبادئ هذه الطائفة هو انك انت بدل من انت تحسن الى جارك هو انك انت تمارس الجنس مع جارك، بدل ما ان انت تدعو مثلا من تريده الى طائفتك او الى هذا، يعني مثلا انت ان تقدم زوجتك لكي تمارس الجنس مع ذاك الشخص كي ينضم الى الطائفة، او هي اذا لم تكن متزوجة او غير متزوجة لا يحق لزوجها انه يرفض اساسا، لان هذا هو اسمى شيء ممكن انه يقدمه، فان هذا البنت يجب انها لا ترفض، يجب انها تذهب تمارس الجنس مع الناس كي تدعوهم الى الطائفة، واذا احد من الطائفة أراد الماسة الجنس معها ينبغي أنها لا تمتنع. صغيرة، كبيرة، متزوجة، غير متزوجة، طفلة، ذكر، أنثى، اللي يصير، قائمة على مشاركة شيوعية في الجنس. وهذا الشخص للأسف يعني يقول أنه يعني طبعا ذهبوا سافروا إلى الهند، أفضل الهند لأن الهند نوعا ما يعني قوانينها يعني هم متعودين، هناك الحكومة الهندية متعودة على الطوائف هذه اللي تعبد الجنس واللي تعبد مش عارف ايش، والناس اللي تتناكح في المعبد وكذا، فيعني راحوا حق مكان أكثر حرية، أكثر حرية، مو أمريكا الأكثر حرية ذهبوا إلى مكان أكثر حرية. فيقول إنه هو هناك، يعني هذا الشخص الذي يعني يحكي الموضوع طبعا يعني لمح هو نوى تعرض الاغتصاب من الكبار وهو طفل يعني، وانه كان يعني يدرس او يعلم كيف انه يعني ينبغي انه لا يشتكي وان الجنس وكذا، وهذا حتى انه في بعد ذلك يعني كان في خبر يعني نشر في امريكا عن شخص من احد اطفال هذه الطائفة، يعني او كان صبي صغير يعني يمكن الثاني عشر او كذا، كانت مربيته يعني تعتدي عليه جنسيا وكذا، وكان طبعا يعني كونهم انهم نشئوا المشكله انهم يعني ينصحون او يلزمون اباء والامهات ان يحضرون اطفالهم وينسونهم، ولا ينبغي ان يسالوا ما الذي يعني يتم تربيه اطفالهم عليه وما الى ذلك، ان الطفل عاد يبدا هنا يغسل دماغه، لا تمتنع على الجنس، اي احد يطلب منك الجنس كذا، يتم الاعتداء عليه ولا احد يتدخل، حرمه لا تتدخل، ابوه لا يتدخل، هذا ان عرفوا. يقول انه يعني حتى انه يعني اصابتني يعني ازمات نفسيه يعني، طبعا هي هذا الطفل اللي كانت هذا احد الاطفال اللي كانت يعني مربياته قد تكون كبيره جدا في السن الله اعلم يعني تعتدي عليه، قام بطعنها عده طعنات. و يقول هذا الشخص يعني ان كان مر بأزمات نفسية، وقال كثيرين يعني كثيرين ممن انتحر من هذه الطائفة سواء من الكبار او من الصغار، مع ان الجنس كان متوفى عندهم. فيقول ان المكان يعني انا لما كنت في هذا المكان يعني استيقظ فزع بالليل او ما الى ذلك، واشاهد يعني كظلال الشياطين في المكان تتحرك، ظلال الشياطين يتحرك في المكان، انا اصدقه في الغالب
هؤلاء الأشخاص المتأثرين في الهندوسية أو من النصرانية أو من الإسلام، كثيرين ممن ينشئون هذه الطوائف يكونون بالأساس سحرة، أو أن يكونون في البداية منحرفين مبتدعة ثم ينتقلون إلى السحر، وبالتالي هو يستخدم السحر كي يغنى الطائفة، وكي من أكثر الأشياء اللي يستخدمونها السحرة كي أنه يجعل البنت مطواعة للجنس أو الرجل، وأن يعني يقوم باستثارة البنت، يقوم